شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك كلمتان، كلمة تتعلق بنا نحن طلاب العلوم الدينية، وكلمة تتعلق بالمجتمع. أما الكلمة التي تتعلق بنا نحن طلاب العلوم الدينية، فهي أن هنالك عاملان مهمان لنجاح طالب العلم، الذين يطلبون العلم كثيرون، ولكن الذين ينجحون منهم في الحياة هؤلاء لعلهم قليلون. لعله قليلا ما نجد في التاريخ أمثال الشيخ المفيد، وقليلا ما نجد في التاريخ أمثال بحر العلوم صاحب الكفاية. كان له 1100 تلميذ، هذا ما ينقله الأمين في كتابه أعيان الشيعة، يقول: نحن، أنا وصاحب لي عددنا تلاميذ صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كان قبل حوالي 100 عام، عندما خرج التلاميذ وقفت أنا على باب وصاحبي وقف على باب آخر، وأخذنا نعد التلاميذ،
فكانوا أكثر من 1000 طالب، ولكن كم واحد من هؤلاء كانوا ناجحين وكانوا موفقين؟ كم واحد منهم كان مثل المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أحد تلاميذ صاحب الكفاية؟ النجاح يتقوم بعاملين، أو هذان العاملان من عوامل النجاح المهمة. العامل الأول التقوى. الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض العلماء يقولون إن هذه الآية تدل على الترابط بين العلم والتقوى. الشاعر يقول: شكوت إلى وكيع أو وكيع سوء حفظي، أن حافظتي ضعيفة، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي، أو لا يؤتى لعاصي. الإنسان العاصي بعيد عن الله سبحانه، والمتقي قريب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان المتقي قلبه يكون كالمرآة، المرآة تعكس لنا حقائق الكون. القلب المتقي أيضا حقائق الكون تشرق على قلبه، تظهر في مرآة قلبه. هنالك حديث مروي يقول هذا الحديث: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم، الشياطين يحومون يدورون يحاولون أن يجدوا منفذا، لنظروا إلى الملكوت. الحقائق كانت تنكشف لهم. فأول شيء وأهم شيء لطالب العلم تقوى الله سبحانه وتعالى. هل يمكن نحن مشتبكون مع الحياة والحياة مشتبكة بالمعاصي؟ إذا كانت المعاصي بعيدة عن الحياة، التجنب عنها كان هينا، ولكن المعاصي مشتبكة بالحياة. عندما تذهب إلى السوق وإذا تمر أمامك فتاة متبرجة، تنظر أو لا تنظر؟ عندما تذهب إلى غرفة صديقك وإذا بالصديق والعياذ بالله يغتاب، فهل تستمع وهل تشارك أو لا؟ المعاصي مشتبكة بالحياة. في الآية الكريمة: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، في متناول يده. إذا الصيد كان بعيد الامتحان كان هين، ولكن الصيد في متناول اليد.
مع تشابكنا بالحياة وتشابك الحياة بالمعاصي، هل يمكن لنا نحن طلاب العلم أن نحتفظ بالتقوى الكاملة، التقوى الشاملة؟ الجواب يقولون: أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج. نحن عندنا كثير من الأفراد، العلماء، المؤمنين، الأخيار، هؤلاء لم يتورطوا في الحرام أكثر من هذا، لم يرتكبوا المكروه. الجد رحمة الله عليه سئل عن السيد عبد الهادي المرجع الذي كان في النجف الأشرف، قالوا: ما تقول فيه؟ السيد عبد الهادي من مراجع النجف العظام، قالوا له: ما تقول فيه؟ قال: أنا عاشرته وعايشته المنقول 18 عام أو 20 عام في هذه الحدود، أنا كنت معاشر إليه، ولم أرى منه حتى مكروها واحدا. وعندما سئل السيد عبد الهادي عن الجد رحمة الله عليه ما تقول فيه، قال: أنا عايشته كذا عاما نفس المدة ولم أرى منه حتى مكروها واحدا. إذا والعياذ بالله جئنا يوم القيامة وصحائف أعمالنا مليئة بالذنوب، الغيبة، التهمة، النظرة، القول بما لا يعلم، هذه من الذنوب التي نتورط فيها. أنه واحد في مجمع يسأل عن شيء فيخجل أن يقول لا أعلم أو أراجع فيفتي بما لا يعلم، هذه من الذنوب العظيمة، من الذنوب الكبيرة. إذا والعياذ بالله جاء طالب علم وصحيفة أعماله مليئة بالذنوب، يأتون لنا بهذه النماذج، يقولون: هؤلاء ما كانوا مثلكم، كيف هؤلاء لم يرتكبوا حتى مكروها؟ وينقل في أحوال أحد العلماء، الآن ما أتذكر، كاتبين في كتب الأخلاق، قالوا إنه خلال 40 عاما لم يقترف حراما ولا مكروها ولا مباحا، مباحا ما فعل. يمكن واحد ما يفعل مباح؟ شرب الماء مباح، إذا نويتم أن تشربوا الماء للتقوي على العبادة فهذا يكون عبادة ولا يكون مباحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذا أكل الطيبات كان مقدمة للعمل الصالح يكون عبادة، يعني إذا نويتم المقدمة. عالم لا يرتكب خلال 40 عام لا محرم ولا مكروه ولا مباح، هذا ما يكون حجة علينا إحنا يوم القيامة. إذن التقوى الحقيقية ممكنة وواقع أيضا. ما هو الطريق إلى التقوى؟ ثلاثة أشياء. الطريق إلى التقوى المشارطة أولا، والمراقبة ثانيا، والمحاسبة ثالثا. ثلاثة أشياء: واحد قبل العمل، واحد حين العمل، واحد بعد العمل.
المشارطة أولا، القرار، المشارطة، هذا تعبير علماء الأخلاق، تعبيرنا يعني القرار، يعني أن تقرر. واحد يقرر من هذا اليوم أن لا يغتاب، قرار. يقولون كان أكو هنالك ملك يأكل الطين، أكو شايفين أطفال يأكلون طين متعودين، فهذا الملك كان متعلم من أيام طفولته يأكل الطين، فقال لطبيبه: ما الذي يذهب أكل الطين؟ يعني في الدواء. فقال الطبيب: عزمة من عزمات الرجال. دواء ما يحتاج، يحتاج قرار. فقال الملك: صدقت، وترك أكل الطين. وفي حديث عن الإمام صلوات الله عليه، لعله الإمام الرضا صلوات الله عليه، فإنما هي عزمة، تصميم، هذا قبل العمل. حين العمل المشارطة قبل العمل، المراقبة حين العمل. واحد يفكر ماذا يعمل. هذه الكلمة التي أقولها عدها جواب لو ما عدها جواب؟ الكلمة جاءت الآن، تريدون أن تتفوهوا بها. قبل التفوه واحد يفكر أنه هذه الكلمة عندها جواب عند الله سبحانه وتعالى أو لا. إذا منكر ونكير في القبر سألاك وسألانا، لماذا قلت هذه الكلمة؟ عندنا جواب أو ما عندنا جواب؟ هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة المحاسبة والمعاتبة. هذا يتحول إلى ملك كل ليلة قبل ما واحد ينام يفكر. شايفين التجار قبل ما يذهبون إلى البيت يلاحظون دفترهم، ماذا عملوا في هذا اليوم؟ واردهم إيش قد؟ صادرهم إيش قد؟ واحد يفكر. العالم يفكر، اليوم كم ساعة بذلتها في طلب العلم من أول الصبح؟ واحد تكون له هذه الملكة عدة دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق. أنا اليوم من الصبح إلى الآن ماذا فعل؟ بهذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة، المشارطة، المراقبة، المحاسبة، المعاتبة، شيئا فشيئا إن شاء الله نتملك ملكة التقوى. هذا هو العامل الأول للنجاح، التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. العامل الثاني وهو عامل مهم، عامل الاستقامة في طلب العلم والمتابعة. في سورة هود النبي صلى الله عليه وآله يقول: شيبتني سورة هود. في سورة هود، لعله هذه الآية هي مد نظر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المتابعة إلى النهاية. طلب العلم فيه مشكلات، فيه متاعب. أنتوا الآن تحملتوا بعد الديار، الاغتراب عن الأهل والوطن. طلب العلم فيه مشكلات الفقر، فيه مشكلات اجتماعية، فيه مشكلات اقتصادية.
فيه مشكلات أخرى، واحد يتحمل هذه المشكلات ويستقيم. آباؤنا أجدادنا تحملوا متاعب جمة في هذا الطريق، أنا أظن إحنا ما نتحمله من المعاناة شيء جدا قليل في قبال ما تحملوا. ينقل في أحوال أحد العلماء أنه كان يتباحث ويا واحد، مباحثة يعني مذاكرة، في أثناء المذاكرة المباحثة أغمي عليه، سقط وأغمي عليه، فهذا صاحبه تملكته الوحشة، قام وهرع إلى طبيب وجاء بالطبيب. طبيب عاين هذا الطالب المغمى عليه، ثم أمر أنه يأتون مثلا بماء وسكر، فوضعه في فمه، بعد قليل الطالب فتح عينه، الطبيب بعد ما خرج من الغرفة قال هذا إغماء صاحبك من الضعف، هذا مدة لم يأكل طعامه وأنت اهتم بطعامه. ثم تبين أن هذا الطالب 3 أيام لم يذق طعامه، ما عنده فقير، 3 أيام. جربت هذه الحالة لعلكم في أيام الصيام، واحد عند الغروب أحيانا يشعر بانهيار قواه، 3 أيام لم يذق طعام. العجيب ذكروا أنه هذا الطالب بمجرد ما فتح عينه بعد الإغماء قال لصاحبه أين وصلنا في المباحثة حتى يديم المباحثة. لاحظوا هذا التحمل. انتم ترون كتاب العروة الوثقى، ولكن ماذا يوجد خلف العروة الوثقى؟ تعلمون ان صاحب العروة ما كان عنده ثمن غداء وعشاء في قضية مطولة الان ما علينا بها، فكان يجمع قشور الرقي. تعرفون الرقي يعني شنو؟ هذا الأحمر، فاكهة، كان يجمع قشورها وينظفها ويطبخها ويأكلها، هذا العروة وهذا خلف العروة في أيام كان طالب مثلكم. ثمن خبز ما كان عنده في فترة من حياته. انتو تشوفون الكفاية، ولكن شنو اكو خلف الكفاية؟ تعلمون المعاناة اللي صاحب الكفاية كان يعانيها ايام كان طالب. جاء الى طهران وكان يريد ان يذهب الى العراق، ما كان عنده، بقي في طهران معلم. ثم بعد ذلك واحد أعطى 100 تومان في قبال أن يقوم بعبادات نيابية لمدة 20 عام، يعني صلاة وصيام 20 عام، كل عام مقابل 5 توامي. هذا الكفاية، هذا خلف الكفاية، هذه الهمة وهذه الإرادة هي التي صنعت صاحب الكفاية، وهي التي صنعت صاحب العروة وأمثاله. فأنتوا إن شاء الله قرروا أن تتحملوا جميع المتاعب، وإن شاء الله الله يبارك لكم ويوفقكم ويوصلكم إلى الهدف.
هذه كلمة تتعلق بنا نحن طلاب العلوم الدينية. التقوى أولا والاستقامة ثانيا. الكلمة الثانية باختصار، هذه الكلمة تتعلق بالمجتمع. مجتمعاتنا الآن تعيش تحديات هائلة، ومن أهم هذه التحديات التحديات الفكرية والتحديات الاجتماعية. إحنا الآن مو أمام أفراد، أمام قوى عالمية ضخمة. هذا التحدي يجب أن يواجه بتحدي مماثل في مستواه. التحدي الثقافي يواجه بالعمل الثقافي، التحدي الاجتماعي يواجه بالعمل الاجتماعي. من الذي يقوم بذلك؟ أنتم. الآن الثقافة المنحرفة، الثقافة الكافرة تهدد شبابنا. من الذي يكتب الثقافة الصحيحة مقابل هذه الثقافة المنحرفة؟ أنتم. قبل حوالي 10 أيام تقريبا أو أقل، جاء أحد الوجهاء من منطقة، ما أذكر تلك المنطقة، قال: جاءني مجموعة من رجال العشائر، عشائر، وقالوا له: أعنا على بناء مسجد. إحنا ما عندنا مسجد، أنت أعنا على بنائه. يقول هذا الرجل: فقلت لهم: أنتم ما عندكم مسجد في منطقتكم؟ قالوا: لا ما عد. قلت: لماذا ما عندكم؟ قالوا: ما كنا في هذه الخطوط والوديان. شاهدي في هذه الكلمة. يقول: فقلت لهم: الآن لماذا أخذتم تفكرون في بناء المساجد؟ فأجابوا: لأننا رأينا أن بناتنا في خطر من هذه الفضائيات. الأب يشوف بنته في خطر، ابنه في خطر، إذا ماكو مسجد، إذا ماكو حسينية، إذا ماكو مشاريع اجتماعية قائمة، إذا ماكو كتاب، من الذي يقوم؟ الثقافة المنحرفة تؤثر وتجذب أولادنا وبناتنا. فأنتم ونحن رجال الدين يجب علينا أن نحاول أن نقف أمام هذا التحدي الكبير. العمل الثقافي، كتاب، شريط، والعمل الاجتماعي يعني حسينية ومسجد ومشاريع اجتماعية. الحقيقة الكتاب جدا مؤثر، الكتاب اللي تكتبونه يمكن يؤثر في تغيير مجرى حياة الألوف. أنقل لكم هذه القضية وأختم. هنالك مفكر من الخطوط الأخرى البعيدة عن خط أهل البيت صلوات الله عليه، هذا سافر إلى لبنان، كان يمشي في الشارع فيرى أنه على جانب من الرصيف بائع يبيع كتب على الرصيف، يأتي ويلاحظ هذه الكتب فيلفته كتاب
هذا الكتاب حول أبناء النبي في كربلاء صلى الله عليه وآله. يقول: أخذت هذا الكتاب وطالعته وذهلت لما فيه، كيف أن أمة النبي صنعت مثل هذا العمل بذرية النبي وبآل النبي. هذه كانت حقائق مذهلة لي. يقول: أخذت هذا الكتاب، طالعته، ذهلت لما فيه، وكان هذا بداية بحثي الذي انتهى إلى اعتناق مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. والآن هذا الرجل ألف أكثر من 10 كتب في حقانية أهل البيت. اللهم صل على محمد. رجل آخر كان في كلية الأدب، يقول في مادة الأدب العربي في الكلية، كان في مادة الأدب العربي جاء بيت كشاهد أدبي، شاهد البيت للشاعر المعروف الفرزدق، وعجز هذا البيت: من الصحابة لم أكتم كما كتموا. شاهد أدبي، والأستاذ شرح هذه الكلمة، يقول: أنا خطر في بالي خاطر، لم أكتم كما كتموا يعني شنو؟ ما هذا الذي كتموه؟ الشاعر يقول: لم أكتم كما كتموا، ما هو الشيء الذي كتموه؟ يقول: هذه الفكرة خطرت على بالي، وبحثت وبحثت وبحثت، وانتهيت إلى أن الشيء الذي كتموه هو الولاية، وانتهى به إلى اعتناق مذهب أهل البيت. يعني يمكن أنقل لكم شيء في بعد آخر: أحد الإخوة بعث كتابا حول الحجاب إلى بعض الأماكن. لاحظوا تأثير الفكر وتأثير الثقافة. يقول: جاءني مكتوب من فتاة، بعث الكتاب إلى أماكن متعددة. الفتاة تقول: قرأت هذا الكتاب، كتيب حول الحجاب. هي الفتاة متبرجة، وبكيت كثيراً. ليش أنا كنت بعيدة عن الله؟ وقمت وهيأت حجابا، وأنا الآن تبت إلى الله تعالى من أعمالي الماضية، وأنا الآن منشغلة بقضاء فرائضي الفائتة. كتيب واحد يمكن يغير مجرى حياته، شاب أو شاب. إن شاء الله أنتم تهتمون ببنانكم وبيانكم. البنان مؤثر والبيان مؤثر، العمل الثقافي والعمل الاجتماعي. وفي الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قاله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بخير الدنيا والآخرة. وأنتم الآن في قم، في جوار كريمة أهل البيت،
وفي إيران أنتم في ظل ثامن الحجج الإمام الرضا صلوات الله عليه. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه كرمهم ورأفتهم ورحمتهم تشملكم وتشملنا جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي.